سليم تبقى حاير تبقى حاير بلا تيفي تبقى حاير تبقى حاير مع سليم تبقى حاير قولوا لي وش راهو صاير مع سليم تبقى حاير يخرج لك بواحد الفكاير تولي تضرب فيه وتعاير حتى الفراش الدار ولو يتخباو الشي والماء في السماء الطاير اللعب الصامت اللي بيه تبلاو وتحصل السلام عليكم احبابنا اللي راكم تشوفوا فينا على سلامتكم مرحبا بكم في عدد جديد من الكاميرا الخفيه تبقى حاير. ضيفنا الحلقه اليوم هو اللاعب حسين حروش. حسين جاء للمطعم من اجل لقاء عمل ولكن احبابنا اللي راكم تشوفوا فينا ابقوا معنا لانه عدد اليوم ماشي سهل. لي ماناجر كامل يحوسوا عليك ما فهمتش كل عام دير لنا الباز واش كاين مشاكل سلام خيالي خلاص وين راك هكا تبعي صغار صافا السلام عليكم صافا الحمد لله صافا الله يبارك فيك صافا لاباس الحمد لله صافا واش صافا كملنا احنا باس واش عندك من العرس مازلنا شتاقين لا غالب تقاوغت العرس لا فاهمين كاع انت فاميلتك تلاقى بها الله ما نشوفهمش كاع انا والله ما نشوفهم كاع واش نطانو ها تعطريني هذا الجواع يلعب جي اسكار حسين حراش انا سبارك حراش زعما قبيل جي اسكار الله يبارك صباح حسين لاباس حبك هذاك المناجر اللي قلت لك عليه تاع الكويت قليل عنده ليبراسيون تاعو ليبراسيون شي ساعه ما كاش منها شحال قال لي شوف ما لازم تشوف معاه لازم تشوف معاه ما لازم تشوف معاه صور شي ماشي ساعه عباك ندير لك كونتاكت معاه باسكو شاف لي فيديو تاعك شاف لي ميور بيت تاعك اه مليح هذا بينا نورمال اه بيان سور واحد يسيي ليكسبيريونس ايغ على قاعد غير الدور هنا لا 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 كبير انا تما كي فاهم هذا بار هذاك خطره ونا تكعب هنا خطره مملي كيف ناسيونال عنده طموح المنتخب الوطني لازم يخرج جاي بيان سور باش يديك منا مستحيل كل واحد وين ما عندك ان شاء الله كنتش تعرف فيه زهر حنا نسيو زهرنا ونشوفوا مع قاليكم تي صحفيه وجورناليست على السبور شوفي لي حسين حروج الا انسيستي عليك ما في واحد كات فوا ما تضحكليش ماشي بدخالتك وما تضحكليش ماناش ديرو شغل كنا نلعبو فيها خير فيها ما فيهاش ردو راه فيها خير ما تبداش تبهدل فينا يا خو كي تجي انتبه الله يرضى عليك ماناش تخاف انت كي تجي انتبه فرشيطه واش وحده وحده نلعبو حبيبي واش اسمه جيب لي الموسو فرشيطه لا هنا خص فرشيطه وهنا خص الموس كون ما نجي نلقاهم ناقصين يا خو ما باليش صح اخو نورمال اخو عجبوني ماشي زعما يا اخو دوك انا نقدر نشريهم بصح يا اخو انا عندي فيس شو زعما شو الحفصه تعجبني شو ندير عجبت سرقه ماشي لا لا ماشي سرقه اخو لا وشنو هذا ماشي سرقه تسمى انا سرقه يا اخو يا ربي العزيز يا ربي العزيز لا 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 ماشي هكا لا لا سالي تدي في المايه تدي في الشيطان شتي يا اخو والله العظيم سما هنا باينه بلي ماشي سرقه وكان جيت سرق ندير المايه خويا ربي يهديك اللهم امين سرق مليار ولا في الشيطان سرقه ما تنساناش خويا خويا شنو نقول لك شويه صافا خويا على بالك كل ما تجي القهوه ناقصين ما بايش وعلاش هذا هي موسيقى سير في الشيطان
بصح حنا كل ما نجي نبدل لهم، ما فهمتش علاه. ما فهمت انا. ديروا كاميرا بالكش وحده يسرق لكم فراشه طولها. هاي هنا قدامي. اه وي. تقدرش تعرف فيه صحه. جيب له انت. دوز خاوي دوز خاوي. والله غاتك الصحه. ما تحشمش في دارك. الله ربي يعيشك. صح. يعيشك. ان شاء الله. مهبل صح تتمهبل كل خطا يخسر مبينه عندكش تمسخر يدينا مشاكل يا اخو فوفا تعرف علم النفس سيكولوجي علم النفس انا ما نعرفش لا لا ما تعرف شويه في علم النفس تولى في علم الرياضه انا كنت واحد اليوم كنت في بلاصه ما حنا ستارت كذا كنت نتبع على عندي بلاصه وكنت نروح زيرو دينار كنت نروح في تيران رافيكي تعرف قال لك انا هكا حتى انا كنت هكا بصح ما سرقتش والله قعدت فيها طبيعه شوف نروح زيرو دينار لا نولي زعما 300 الف في الجيب صحابي كاع يبنجو كاو في ستاش هادو ودوك حبست دوك ماشي سرق زعما دوك انا كابا مسرق التليفون من بعد نرجعو لك هذيك دقيقه ما ترجع البليزير تاعك كيسرق وما تفيق ليش صاحبك هذا فقنا لك حنا لا دوك كيف فقتي نرجعك شغل نحس روحي شغل ما عندي حتى معنى يا اخي غير ما درت ما انا شغل ما عندي حتى معنى فهمني فرشيطه موس مالك ما نو شو كي تفيق لي دوك زعما دوك نسرق الكار درت النت بهدايا نقول لك حاجه درت النت معليش غير نو معليش سلام معليش زعما ما باليش انا زعما نوض راح زعما ديك تليفون هذا نرفدو سلام نوض عندي خدمه والله يا اخو معليش انا اللي كيديفيق راح بهدايا لي ها شت سيلم وشنو قعد شو شكلك؟ ما تقوليش ما درت بالو ما تحملش عليا قدام الناس. ما تقوليش على الناس خو. ما تقوليش على الناس. نورمال ثاني كسر معاها نعرفها هذه المرة. يهضر معاك. ما تبهدلش. نعرفها نعرفها هذه المرة. ما تعرفهاش والله ما يعرفها. مش عارفها. اصبر شو دقيقة. ارجع معليش اصبر دقيقة. ما تبهدلنيش حسين نواصك. معليش اصبر حسين. حسين. يا حسين معليش. حسين اللي تخاف عليك. دير حاجة شابة دقيقة. يجيك المرا. حسين. شو تاع الناس؟ دقيقة اخو سالم. مش اصبر هذه يا سالم. ما ديروش النش. شغل حاجة تبيعيني يبيعني توقفوا معايا. ما تدوك الخطك كش حاجة على بالك. بالله غرجوا معايا. ريحك علي. قسما بالله غرجوا معايا. شوفي واحد ما يدخل روحو انا ما ديش دراهم انا عميه علاش هكا سالم تبهدل فيا انا ما ديش دراهم سالم دخلتك انا تبهدلني اختي محترمه هنايا اختي ما تخافيش ماكش شو هذا علاش دخلت روحك انت هضر معاك خير هضر معاك راك حاب نقسموها خمسة خمسة ماشي سبعة ثلاثة كيما قلت لي مقبل مقبل قلت لي سبعة ثلاثة لا ما تساعدنيش خو نريح في بلاصتي انا ما تشوفش ما بغيتكمش خويا علاش ما تلقاش كنتو دراهم ما يضركش ام جا الشرطه عطيني وثائق خويا عاوني الدا هذا اللي سرق روح حتى هناك راهي شوف علاش يا خو تفرش فينا يا خو علاش ديرنا يا علاش ديرنا الفرشه يا خو علاش بضرام تاع الناس يا مقبل اخو ديري بلي خصو فراشك الموال صبرك لا يدك نحطو شي طاديا لي هاي نريح لا تما بهدايا على بهدتني هكا عندنا الناس انا بضرام تاع الناس نحيدك شنطه نحيدك هذا الشرطه شحي يدك ريح بلاصتك هي يا سنه ريح بلاصتك انت وحده تبد هذا الدرام تاع الناس كيف
المرأة مسكينة ما تشوفش بعدها ماشي هكا تسرقوا مرأة ما تشوفش صح دير حاجة شابة ما تدي والو لا سبعة لا ثلاثة لا والو البطاقة ديالك البطاقة ديالك واحد ما يدخل روحه مروان ولا لا لا خلاص هاي يطلب خلينا ندو شويه دراهم يا اخي الله يكرمك لا حبابك كي قسم بالله بركمني قلت بيتي هذه الكاميرا قاعد شرادي ما فيش كي جبتيني انت يا باكر ضربوهم بعد جاو البوليسك ضرب واحد ايش كيف زعما الدوله اسمع الدوله هذوما يجوا انا يسلك بس انا نتفرا من الناس هما جايين عندي في احنا خويا حسين بارك الله فيك فريمون وقفت وقفه تاع رجال وقفت مع سماح وما رديتش بالحقره وحبيت ترجع لها دراهمها ربي يحفظك خويا العزيز وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم باللي الجزائري جام يرضى بالظلم وقلبه حار سلام تبقى حاير في البيلان تي في تبقى حاير مع سليم تبقى حاير